من مدينة ثور وثوار، من مدينة الأحرار، من مدينة الحليب، من مدينة ذكريات، من مدينة الكرم، فيض القطمة، نرحب بكم أهلاً وسهلاً. نرحب بكل الإطارات الحاضرة معنا من الولاية ومن البلدية، نرحب بالأستاذ الإعلاميين والصحفيين، نرحب بالطلبة والشباب وكل أهل عرش والأخوة الذين الذي ستنوب عليه الحركة الجمعوية عرش ولاد النخوة الذي سيزف عريسه اليوم، عريس اليوم الذي سيكرم الكاتب الصحفي أسامة وحيد. أسامة وحيد كاتب صحفي ظهر اسمه في عالم الإعلام والصحافة الوطنية. إنه الكاتب الذي بدأ حياته في أسبوعية الوحى بغردية، ثم أسس أسبوعية وطنية كأول صحفي من المنطقة يؤسس أسبوعية وطنية باسم دنيا الجزائر، ثم انتقل إلى السمع البصري ليعمل بقناة النهار كمعيد حصة استقبل بها أهل من الدبلوماسيين والسياسيين والشخصيات الوطنية وحتى العربية، ثم انتقل إلى قناة دور تي في والتي لا زال يعمل بها وحصته المشهورة والمعروفة عمر راسك. تحية لهذه الحصة. ذلك في تونس منطقة العادات، آيات من الذكر الحكيم، فلنستمع للآيات. تفضل.